حضرتك مرشح نفسك ضد سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بالتأكيد. يعني أنا الآن أعلم بكل صراحة لست مع سياسات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصري شايف نفسه ان هو السيسي صاحب القرار الشجاع والعظيم ببناء وحفر قناة السويس الجديدة. في رئيس بيقود مصر نحو القوة والقيادة والريادة، يقودها نحو النصر. إذن المستشار أحمد الفضالي سيخوض الانتخابات الرئاسية بكرة، يتقدم بأوراق ترشيحه رسميا، حصل على تأييد من مجلس النواب. ظروف عائلية، أن أنا عندي أحفاد وأسرة واهتمامات في هذا التوقيت تحديدا تمنعني من يعني الاستمرار. ده الأحفاد كانوا هيفرحوا أن جدهم يعني يترشح للرئاسة مع المستشار. انا حسبها يعني ولا حاجه ولا ايه؟ لا والله لا والله